السلام عليكم. نشوف التمرين الخامس. Écrivez un programme Pascal qui réalise au choix la somme, la différence, le produit ou la division de données numériques. هنا البروغرام هذا غنصايبو باغ اكزومبل واحد الكالكيلاتريس ياك. لان فوا انني كنطابي مثلا واحد لو شوا سواء كانت البرودوي او لا ديفيزيون او لا لاسون او لا ديفيرونس وندخلو النومبر كيعطيني ديك لوبيراسيون لي كندير. نعطيكم كمثال. عندي مثلا بغيت لاسون، ان فوا انني كنكليكي على واحد كيدير العملية ديال الجمع لدوك جوج فاريابل اللي حطيت. نبداو كنحلو الباسكال كيف ما تعودنا، كونترول ان كونترول اس كنسمو اكسيرسيس 5. اول حاجه كندير التسميه ديال البروغرام، نسميه كالكولاتريس. هنا غادي نحاول انني نقاد ديكلاري بلي فاريابل لي هو ا بي سي، تروا ديال لي فاريابل غادي يكون ريال، وغادي تكون واحد الفاريابل اخر كي غادي يكون اوبيراسيون لي غادي نختار خاصة تخرج انتيغر. لوبيراسيون خاصة تكون انتيغر. علاش انتيغر؟ يعني غادي ندير لي شوا ديال واحد ولا ديال جوج ولا ديال ثلاثة. غادي نرجعو ليها ونشوفها من بعد. عندنا البيان ورايت ان. اول حاجة كان افيشي واحد الميساج باش لوتيليزاتور باش يسيزي ليا لي فالور ا اي بي. تاني حاجة ريد الين ديال ا فيرغول بي فالور كلافي. دابا غادي ندير لي شوا لي غادي يبان. غادي نبقى في الشوا على شكل ميساج ديفيليزاتور نقول مثلا شوازي سي. لا فالور لوبيراسيون كو فو فولي. كنسد القوس بوان فيرغيل ديك ليبراسيون اشنو غادي يكون فيها. إذا كان مثلا الرقم واحد خاصو يدير خاصو يكون نصه. نفس الشيء باش منعود نكتبها كنسيليكسيوني هذي كونترول سي كونترول في كونترول في أربعة ديال لي زوبيراسيون غادي يكون ديال هاد الشكل هدا. حنا كاين لاصون. تاني حاجة غادي يكون لاسوستراكسيون. إلا كليك على الرقم اثنان، إلا كليك على الرقم ثلاثة، نقول مثلا إلا كليك على الرقم ثلاثة غادي تكون البخدمة. وإذا كليك على الرقم 4 غادي تكون لا ديفيزيون. هاي طالع هاد الميساج غادي يتأفيش هادي، يعني كيقول لي إذا كليكتي على الرقم 1 غادي يكون لاصون، إذا كليكتي على الرقم 2 غادي تكون لا سوستراكسيون، إذا كليكتي على الرقم 3 غادي تكون لو برودوي، إلى 4 غادي تكون لا ديفيزيون. من بعد كندير ريت الي ديال ديك لوبيراسيون لي سميناها او بي ديكور. دابا غنمشي نقاد واحد السويتش لي هي كتكتب على الشكل التالي. كنديرو كاس او بي اوف. او بي لي ديجا ديكلاريت بيها هنا لانتيغر، حيت عندنا
واحد لانستريكسيون مثلا فور اكزومبل واحد دو بوان باش عندنا ديك لانستريكسيون كنحل ضروري البيغان هنا كندير لانكريمونطاسيون او لا العمليه اللي كاينه عندي اللي هي الاولى قلنا خاص يكون فيها الجمع اللي غتكون على الشكل التالي ها نسب كنافيشي واحد الميساج ورايت ايلين بان لا سوم دو ا قلنا ندير لا سوم اي بيرغي وندير سي بوان بيرغي من بعد كندير اد نقطة فاصلة غنعاود نفس الشيء غير غادي نغير العملية وغادي نغير الميساج هنا كاين عندي الا كليكيت على الرقم جوج غادي تكون واحد العملية ديال سوستراكسيون اللي هي ناقص وغادي نقولوا بان لا دي لا سوستراكسيون اي غادي ندير نفس الشيء ندير كونترول في هنا غنديرو لو برودوي غنديرو لو برودوي اي كندير الان ولكن هنا الرقم ثلاثة يعني الا كليكيت على الرقم ثلاثة غادي يخرج ليا لو برودوي كمل نعاود تاني ندير اونطري بقات ليا وحدة اللي بقات ولكن في هاد الحالة هادي غادي يكون كيما شفنا في التمرين السابق ديال القسمة إلا كانت بي كتساوي زيرو غادي خاص ضروري تأفيشي لي واحد الميساج بينا هذا راه ديجا شفنا في التمرين القبل نقدرو أنكم ترجعو ليها اف بي تيكالو زيرو دي غادي نشوفو نفتحو لواحد البيكان واحدة أخرى حيت عندي تما واحد الريستريكسيون وغادي نقول لي بأن السي راها كتساوي ا قسمة بي نقطة بسيطة إلا كانت هاد العملية صحيحة غادي نديرو رايت ايلين شكلنا لو كوتين اي دو بوان كنسد بيرغي سي بوان بيرغي في هاد الحالة ما كنديرش بوان بيرغي حيت عندي إلز يعني إلا ما كانتش غادي نقول بأن خاصو يكتب واحد لا هنا بوان فيرغي كاينه وكنسد الاند حيت انا حليت البيكان كنسد الاند هاد الاند هادي اللي ما غادي ندير لها بوان فيرغي لا والو حيت كاين عندي الالس الا ما كانتش هاد بي كتخالف الزيرو يعني الا كانت كتساوي الزيرو غادي تافيشي لي هاد الميساج اللي هو اونخي لا فالو زيرو نسد قوس نسد كذلك انت هنا سالي دابا دي زانستريكسيون ديال الكاز او ولكن دابا غنقول مثلا الى ما كانش هاد كاز او يعني غنزيد اكس يعني الى ما دخلش لا واحد لا جوج لا ثلاثة ولا اربعة اشنو غادي يكون عاد افيشا لي واحد الميساج لي هو غادي نقول لي لي فالو بوسيبل اي غنسيز غنوضحهم ليه واحد وجوج
فريكونسي بوان فيريل وكندير الاند ديالها على شكل بوان فيريل. هذا كندير الاند فينا اللي فيها لو بوان. دابا نكومبيل نشوفو الا كانت صحيح. هنا كاين واحد الخطا ديال 5 ها هو كيتتالي هنا بانه راه كاين خطا. نسيت هاد الشريطه هادي اللي كتكون حدا البي. نعاود ندير كومبيلي صافي راه اونغيستري اكزيكوتي افيشاج. انا لونتي فيروس حبس ليا سميتو. نعاود ديزاكتيف لونتي فيروس. ندخل لا فالور دو ا اي بي ندير مثلا نختار جوج واختار ستة. هذا كيقول لي شوازي لوبيراسيون كو فولي. غادي نختار مثلا لا سوستراكسيون اللي هي جوج. هنا كيقول لي بان لا سوستراكسيون اي ناقص 4. كاين بعض الحوايج هنا ما زدتهمش. ندير دو بوان باش يخرج لي واحد لافالور غير زيرو. جوج الارقام وراء الفاصله بحال هكا. كنحاول انني نكوبيها فيهم كامل. نكمبيلي نكسيكوتي. اللي عندو لونتي فيروس يديزاكتيفي. كندير مثلا لافالو تو ا جوج و بي هو تسعود. و هنا كيقول لي شوازي. غنشوازي تلاتة لو برودوي لي غادي يكون لو برودوي هو 18 لي هو جوج تسعود إيكال 18. إذا هذا هو التمرين اللي غتلقاه تحت التصحيح ديالو. نشوفكم في التمرين المقبل والسلام عليكم.